القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقا كل آن. فيض الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير. فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان. هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود. نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. فيض الجمال وكل آيات الهدى ولطائف. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذهلت فصاحته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعاً صالح الأعمال، وأن يجمعني بحضراتكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا نكمل مع حضراتكم لطيفة اللقاء الماضي في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قريب، يسمع دعاءك ونجواك، ويعلم سرك وجهرك، فما عليك إلا أن ترفع إليه أكف الضراعة، وأنت على يقين أنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، بل تدعون سميعا بصيرا. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا، وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى: وأنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله: يا عبد الله بن قيس، ينادي على أبي موسى الأشعري، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الذي طرحناه يسأل كثير من إخواني وأخواتي: لماذا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ والجواب: الدعاء يا أحبابي له
شروط وآداب لا بد من تحققها ليكون الدعاء أهلا للقبول. أولها الإخلاص. قال الله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ولا أريد أن أطيل. ثانيا تحري الحلال في المأكل والمشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فتحري الحلال في المأكل والمشرب من أعظم شروط قبول الدعاء. كذلك عدم الاستعجال. لا تتعجل يا أخي ولا تتعجلي يا أختاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. في لفظ مسلم قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. كالرجل الذي يبذر البذر ويسقيه ويتعهده، فإذا ما أبطأ إثمار هذا النبت وهذا الزرع أهمله حتى مات. كذلك المبالغة في التضرع والتذلل والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح البخاري من حديث ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له. ومن آداب الدعاء أيضا أن يتحرى الداعي إلى الله أوقات الإجابة، كشهر رمضان ويوم عرفة ويوم الجمعة وليلة الجمعة وبين الأذان والإقامة وموضع السجود بين يدي الله تبارك وتعالى والثلث الأخير من الليل إلى غير ذلك. ومن اللطائف الجميلة التي أختم بها حلقة الليلة أن إبراهيم بن أدهم مر يوما بسوق البصرة، فاجتمع الناس حوله وسألوه نفس السؤال: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال: لعشرة أسباب: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. أيها الأفاضل، هذه أسباب يجب علينا أن ننتبه لها، ولكن على أي حال لا تتخلى أبدا عن الدعاء. فما أحوجنا جميعا في ظل هذه المحن والفتن إلى الدعاء، لن ترجع إلا بفلاح وغنيمة. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فأنت فائز رابح بالدعاء في أي لحظة من ليل أو نهار: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. جمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير، فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان: هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود، نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقاً.